شكرا شكرا سيداتي، شكرا سيداتي وسادتي، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج سين جيم. وقبل ان اقدم زملائي، في كلمه لازم نقولها بالنسبه لفقره اصل صوره. الواقع في جانا رسائل كتير بالنسبه لاصل صوره، بيقولوا اولا جوائزها كتيره وكريمه. الحقيقه الجماعه اللي بيظهروا في اصل صوره اللي فيها الاصل زي ما شفتوا المطافي والمضيفات والارصاد الجويه، اشتغلوا على الاقل شهرين، قعدنا احنا وياهم شهرين ندرس ونحضر علشان يطلعوا بالصوره المشرفه اللي شفتوهم حتى الان فيها. بعدين في الحلقه السابقه كان في احتجاج انه جمع مفرد الاطلال، هل هي طلل ام طل؟ الواقع تاكدنا منها انه جوابنا كان صح وهي طلل. في سؤال اجاني من احد المشاهدين عجبني كثير وحتى الان انا مش قادر الاقي له جواب، راح اطرحه عليكم وجربوا لاقول له جواب. وخصصت له جائزه قيمه جدا لاي واحد بعث لنا جوابه. بيقول انه واحد اعمى، الكلام هذا من حوالي 200-300 سنه، عايش في صحراء مترهبن، عايش وحده، لا بقرا ولا بكتب ولا بيعرف بريل ولا يعني عايش وحده. له اخ في المدينه اخرس، ابوه متوفى. الاخرس راح عند اخوه في الصحراء يخبر اخوه الاعمى انه والده توفى. شلون؟ كيف الاخرس ممكن يخبر الاعمى انه ابوه توفى؟ فكروا فيه اسبوع اسبوعين ثلاثه واعطونا الجواب. والان يسرني ان اقدم لكم زملائي في تقديم البرنامج، وهم الاستاذ سليمان الفهد والسيده ليلى حسين والدكتور خميس عبد المجيد. الفن والطرب من الاستاذ فوزي جمال والاستاذ سليمان الملا والمطرب صالح الحريبي. هات يا صالح. الشام بالله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي، يا مالي الشام بالله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي، طال المطال وما شفناهم يوم الأسود يوم ودعناهم، طال المطال شفناهم يوم الأسود يوم ما ودعناهم، يا ربي تجمعني وياهم يوم يا لطيف ما كان على بالي، يا مالي الشام بالله يا مالي طال المطال، يا مالي الشام بالله يا مالي طال المطال، يا والمطال طال وطول ما بتغير ولا بتحول، لو المطال طال وطول ما بتغير ولا بتحول، لو المطال طال وطول ما بتغير مشتاقلك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول، مشتاقلك يا نور عيوني حتى نعيد الزمن الأول، يوم يا لطيف ما كان على بالي، يا مال الشام بالله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي، يا مالي الشام بالله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي، يا مالي الشام بالله يا مالي طال المطال يا حلوة تعالي.
الظاهر الأستاذ صالح حب يحيي المطربة دلال الشمالي بهذه الأغنية. أهلا وسهلا. أهلا يا هلا. الآن نبدأ البرنامج بفقرة أصل صورة، واليوم في عنا ثلاثة، واحد منهم جوال، طبعا مش محترف جوال، يعني عملية الكشفية والجوال هذه هواية وبكل واحد انضم لها. واحد جوال قائد عشيرة، واثنين ما لهم علاقة بالجوال أبدا. اتفضلوا يا إخوان، تفضلوا تفضلوا. أيوة. أهلا وسهلا. احنا حتى الآن نتيجة المباريات السابقة 5-0. أنا إلي خمس أهداف وسليمان 0 حتى الآن. ما أنت قائد الفرقة، قائد الفرقة. فاليوم نشوف إيش النتيجة. الإخوان الثلاثة هم خلفكم لابسين جوالة، واحد منهم، اثنين منهم أول مرة بيلبسوا جوالين، اثنين منهم أول مرة. فابدأوا بالأسئلة. تفضل أستاذ دكتور خميس. المتسابق الأول، أذكر بنود قانون الكشافة. صادق، مخلص، مطيع، مؤدب، نظيف، رفيق، صديق، مقدام، مقتصد، نظيف. المتسابق الثاني، ما هو شعار الجوالة؟ شعار الجوال الخدمة العامة. المتسابق الثالث، ما هي عشائر جوالة الكويت؟ عشائر جوالة الكويت: عشيرة نادي القادسية، عشيرة نادي كاظمة، عشيرة نادي صليبخات، وعشيرة الغدير، وعشيرة جوالة جامعة الكويت، وعشيرة رميثية، وعشيرة الرقة. شكرا. طيب ست ليلى، السؤال الأول للمتسابق رقم واحد، يطلق على مجموعة الكشافة فرقة الجو سوري الفرقة والجوالة عشيرة، أما مجموعة الأشبال فماذا يطلق عليها؟ شو نسمي مجموعة الأشبال؟ فرقة. طيب سؤال لي رقم اثنين، متى أدخل نظام الجوالة في الكويت؟ 1952. السؤال لرقم ثلاثة، كم عدد دراسات الشارة الخشبية لقادة الجوالة التي أقيمت في الكويت؟ طبعاً ولا دراسة، لا شيء. نعم؟ يعني ما في دراسات أقيمت في الكويت. إيش سامع؟ إيش أخ رقم ثلاثة؟ عدد الدراسات اللي أقيمت لدراسة الشارة الخشبية لقادة الجوالة التي أقيمت بالكويت. طبعاً ما أقيمت دراسات، يعني تعتبر لا شيء أقيم بالكويت للدراسات. ولا دورات؟ نعم. ولا دورات ولا؟ ولا دورات طبعاً. طيب شكراً. المتسابق الأول، في بعض القادة الكشفيين حصلوا على الشارة الدولية، فممكن يذكر لي اثنين منهم؟ إيه؟ عبد الله القلاف، مصطفى رشوان، وفي كذلك اثنين آخرين، فايز مراد ونشاشيبي. والله الأخ مذاكر مبين عليه، صد شهرين قاعد وياهم. والله أكثر من شهرين. لا أنا ما رحنا إجازة السنة عشان هذه. شلون اخوي؟ في أربعة اللي كانوا عندهم اجازات دولية. لا. الشارع الخشبي الدولية. يعني مبين عليك كأنك جوال صدق يعني. لا انا كلمتك انت، كلمه ما تقول لي طيب هل بلاش ما راح اغششك. بنشوف يعني فعلا. انا دائما اشوف في جيب الجوال الايسر نجمه وعليها رقم اما 4 أو 5 أو 10 إلى آخره. شنو معنى هالأرقام هذه؟ إيه هذا الجوال لما يكون قائد أو يختم في الجوالة فيحصل على النجوم والأرقام، فالأرقام تدل على أن عدد سنوات خدمته. عدد سنوات الخدمة. إيه عدد سنوات الخدمة في الجوالة. طيب الأسئلة
لسه ما خلص بعد. تفضل استاذ سليمان. السؤال الثالث ابي يقول لي منه رقم اثنين سؤالك الان. اثنين ابي يذكر لي متى تاسست تاريخ تاسيس الحركه الكشفيه في العالم واسم المؤسس. يعني باختصار بدك قصه الكشافه. لا لا تاريخ واسم بس. ألف سنة كذا والريال اسمه اثنين. رقم اثنين. تأسست الحركة في عام 1907 واللي أسسها اللورد بادن باول. شو اسمه؟ بادن باول. بادن باول. بادن باول. إيه. لا معلش احكي لنا عنها لأن احنا بدنا نستفيد. احكي لنا عن الحركة يعني. بادن باول كان ضابط في الجيش الإنجليزي في جنوب أفريقيا، كانت حرب البوير، فكان محاصرين من قبائل ماكفينج، وكان العدد عنده قليل بالنسبة للجنود، فاستعمل فتيان الأولاد على أساس يقومون بالخدمات الداخلية، الإسعافات الأولية، الخدمات الطبخ وغيره، وبنفس الوقت راح ينفع أن الجبهة راح يستخدم فيها رجل بدل ما يكون الرجل مستخدم داخل. وبعدين انتصروا في الحرب، رجع لبريطانيا وأسس الحركة. كويس. طيب سؤال رقم ثلاثة أستاذ سليمان. بيقول لي متى أقيم أول مخيم للجوالة في العالم؟ رقم ثلاثة. أقيم أول مخيم للجوالة في العالم في بريطانيا سنة 1907 وفي جزيرة برونسي. مفهم. طيب الآن أنا بدي أسأل أسئلتي وأنا محضر لكم شوية صور. بدي أعرف يا رقم واحد هالصورتين هدول صور شو؟ أقرب تبع المرور. هالصورتين هذه النار الهرمية. إيه؟ ايش اسمها هاي؟ هاي نار هرمية. نار الهرمية. نار هرمية. ايه المناسبة اللي بتعملوا فيها نار هرمية؟ هذه نارها قوية. نارها قوية نستخدم للطبخ. وبعدين اذا احيانا بنستفيد منها في اشتعال نيران اخرى. طيب رقم الثانية هذه شنو؟ هذه ربطة نستخدمها في حالة اننا بنجر واحد او نجر نسحب عربة او نسحب ايه بجروا ها؟ ايه بجروا ايه نسحب بجروا عربة بجروا ايه نجر عربة نجر قارب ايه. طب هذه عقدة ولا ربطة؟ هذه؟ ايه لا هذه عقدة. عقدة هذه ربطة. ربطة ايه ربطة. طيب نسأل الثاني سؤال. يا أخ رقم اثنين بدي أعرف السن القانوني للانتساب للجوالة والكشافة والأشبال. أي دي لازم يكون عمره الإنسان حتى يكون جوال أو كشاف؟ تفضل. إذا بدش الطفل إلى مرحلة الأشبال يكون عمره 8 سنوات وأعلى إلى 12. وإذا بدش إلى مرحلة الكشافة من 12 إلى 15. أيوة. وبعدين في الكشاف المتقدم من 15 إلى 18. وبعدين المرحلة الأخيرة اللي هي مرحلة الجوالة. من 18 إلى 25. طيب كمان سؤال أستاذ، هذه الصورة شفتها في كتاب الجوالة، ممكن تشرح لنا كيف تعرفوا اتجاه الشمال والجنوب بالصورة الساعة هاي؟ إذا كنت حامل ساعة بدك تعرف ساعة عادية، بدك تعرف الشمال من الجنوب. السؤال رقم اثنين. طبعا لما تكون الشمس طالعة، وفي بعض الدول لما تكون الشمس طالعة ما ندري وين الشمال، خاصة إذا كنا في منتصف الكرة الأرضية الجنوبي. فعن طريق الساعة نوجه أقرب الساعات إلى الشمس. يعني أقرب الساعات، الساعات مش الدقائق. لا أقرب الساعة. تبع الساعة بنوجهه للشمس. نوجهه إيه؟ للشمس. إيه. وناخذ منتصف المسافة اللي بين الساعة العقرب اللي يشير على الشمس إلى 12.
ناخذ خط وهمي بين ال 12 والساعه اللي تشير اليها فيكون الخط هذا هو الجنوب، الخط الثاني يصير هو الشمال. يعني اذا واحد ما عنده بوصله ممكن يستعمل الساعه العاديه بمعرفه الاتجاهات. السؤال رقم ثلاثة يا اخ، رقم ثلاثة ممكن تحكي لي الخشبات، الوسام الخشبي او هذا الشارة الخشبية شلون بيكون شكلها؟ طبعا هو فيه ثلاث شارات خشبية. الخشبية الاهلية الشارة الخشبية تتكون من قطعتين. ايوه. والشارة الأهلية تتكون من ثلاث قطع، والشارة الدولية تتكون من لا أوصف لي إياها، أوصف لي إياها يعني كيف أربع قطع تتكون. أربع قطع. نعم. طيب الآن القرار للجنة، مين برأيكم الجواري الحقيقي؟ أنا عندي كلهم. عندكم كلام؟ إيه. كلهم جوال. لا واحد منهم جوال، واحد مبطل شبده ابوه بالحسن. لا ما بيستسلم. ازاي استسلمتوا انتوا؟ لا ما بيستسلم. استاذ شريف انا معلوماتي في الجوال مثل معلوماتي في الكيمياء، كل واحد لكن بختار اثنين، صفر رقم اثنين. سته الى ايش تختاري؟ اثنين. اثنين دكتور. الحقيقة منطق اللعبة يقول أنه ليس بالضرورة الذي يجيب أحسن الأجوبة هو هم خموكم أربع خمس حلقات. أي نعم. أنا الآن رعيت الظروف هذه وأعتقد الحقيقة نمرة اثنين أيضا. نمرة اثنين. نعم. لا. أول مرة بيجي فينا جول. الحقيقة هو رقم اثنين فعلا، وشكرا، برافو عليكم. على كل حال الإخوان الحقيقة أجابوا إجابات كثير مقنعة، بس ما بعرفش الله ألهمهم رقم اثنين إجماع رمية. طيب على كل حال شكرا، ممنونين، وإن شاء الله مرة تانية في جولة تانية بتربحوا. شكرا، يا هلا، مع السلامة. شكرا على كل حال، لكم عندي هدايا خاصة من البرنامج سينجيم. أهلا وسهلا، يا هلا، مع السلامة. أول مرة اللجنة بتربح. طيب كويس، مرة طيب. واحد أربعة. هلا خمسة واحد. خمسة واحد. طيب ننتقل الآن إلى الفقرة الثانية من البرنامج، اثنين من ثلاثة. يا أخ وأنت كمان والثالث من هناك، تفضلوا يلا بسرعة. تفضلوا نتعرف عليكم ونعرفكم على جوائزكم إذا فزتوا. طبعا في اللعبة حطوا كل واحد السماعة على دينين. أيوة سمعيني؟ تمام كويس، كل واحد سمعني بس ما تسمعوا هم شو بيحكوا. ها ارفع لفوق لفوق. ايوه تمام. طيب اللعبه زي العاده انه في اثنين منكم من ثلاثه حكمل اللعبه. اول شيء حنسال كل واحد 10 اسئله، خلال خمس ثواني بده يعرف الجواب. شايف خمس ثواني. الاثنين الاوائل بيكملوا اللعبه والثالث بينسحب. نبدأ الآن بالأخ رقم واحد، الاسم الكريم. تشتغل؟ مدرس. مدرس. والأخ؟ سعود عبد العزيز. سعود عبد العزيز تشتغل؟ مدرس. مدرس. والأخ؟ محمد سليمان عبد الهادي مدرس. أوب أوب أوب. هذه الظاهر وزارة التربية عندنا اليوم، أهلا وسهلا. قبل شوية كنا مع وزارة الشؤون تعون الجوالة، واليوم وزارة التربية. أظن ما فيش ضرورة تقربوا كتير على الميكروفون وانت قاعد، بيطلع صوت كويس. أوكي الأخ رقم واحد، السؤال رقم 119 حنسمعه وبعدين نسأل السؤال. تفضل يا أستاذ صالح. سمك يا بني صيد العصاري، يا سمك يا بني تلعب في المياه
لعبك يعجبني تلعب في الميه لعبك يعجبني يا سمك بني صيادك ماهر بياعك شاطر صيادك ماهر بياعك شاطر وجودك نادر محلاك يا بني وجودك نادر محلاك يا بني آه سمك بني صيد العصاري يا سمك يا بني صيد العصاري يا سمك يا بني تلعب في المية لعبك يعجبني تلعب في المية لعبك يعجبني يا سمك بني السؤال هذا للأخ الرقم واحد الاسم كمان مرة والله عبد النبي يا أخ عبد النبي بدك تختار جواب من جوابين خلال 5 ثواني هذه أغنية قديمة طبعا صيد العصاري من هو ملحنها ومغنيها سيد درويش أم عبد الوهاب سيد درويش سيد درويش صح هذا واحد صح السؤال كمان لعبد النبي أيهما أسخن النار الهامدة أم النار الخامدة النار الهامدة الهامدة أسخن الهامدة لا الخامدة أسخن لأنه النار اللي بكون لهيبها ساكن لكن جمرها مشتعل الهامدة يعني مطفأة تقريبا طيب واحد صح واحد غلط أيهما يا عبد النبي من المدن أطلقت عليها هذه الألقاب المرزوقة المختارة المباركة القدسية المحرمة العاصمة الطيبة الشافية الجابرة المحببة هل هي مكة المكرمة أم المدينة المنورة؟ مكة المكرمة متأكد؟ 100% 100% لا المدينة المنورة صار 2 غلط و1 صح على فكرة لما أقول متأكد يعني فيها شك الموضوع مش طيب أيهما يا عبد النبي أخضر اللون الزمرد أم الفيروز الزمرد الزمرد أخضر اللون صح 2 صح أيهما أصح يا عبد النبي أن نقول امرأة عجوز أم امرأة عجوزة امرأة عجوز امرأة عجوز صح أيهما ينقل مرض التيفوس القمل أم البعوض البعوض التيفوس ينقل مرض البعوض لا البعوض ينقل الملاريا الملاريا إيه؟ التيفوس ينقل القمل طيب صار عندك 3-3 أيهما يا سيد عبد النبي يخرج منه رائحة كريهة عند فساده صفار البيض أم بياضه صفار البيض صفار البيض صح يا عبد النبي أيهما ينطبق عليه هذه الوصف ثامن المسلمين من الرجال ومن 10 المبشرين بالجنة التقى في معركة بدر بأبيه الذي كان في صفوف الكفار وتحاشى مبارزته وأصر والده على مقاتلته فضرب والده بسيفه وقضى عليه وقال سامحني يا أبتاه إنك قتلت نفسك بيدي هل هو عمرو بن العاص أم أبو عبيدة بن الجراح؟ لا ما هو بسمعش أبو عبيدة الجراح لا تأخرت أبو عبيدة صح لكن تأخرت نعتبرها غلط أبو عبيدة بن الجراح السؤال اللي بعده صاروا 7-8 هاي 9 ده أيهما القائل على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم هل هو عنتر أم المتنبي؟ المتنبي المتنبي صح السؤال الأخير السؤال الأخير أيهما أثقل وزناً عضلات الجسم أم عظام الجسم عظام الجسم عظام الجسم أثقل وزناً
عظام الجسم. لا، عضلات الجسم 40% من الجسم وعظامه حوالي 15%، لكن احنا ما بنحكي عن دمه. طيب قديش صار عندك؟ 5 صح و5 غلط. 5، اذا عندك جوابك، جواباتك 5 صح. الاخ اللي جنبه اسمك؟ سعود عبد العزيز. ها؟ سعود عبد العزيز. سعود عبد العزيز، ايهما ادرك الاسلام واسلم، امرؤ القيس ام كعب ابن زهير؟ كعب ابن زهير. كعب ابن زهير صح. تقدر تعطينا فكرة عن كعب ابن زهير كيف أسلم؟ هذا خارج السؤال، خلينا نستفيد منك. والله يعني شوية هات نشوف. لا بس أنا متأكد أن أمرؤ القيس هو كعب ابن زهير. صح صح، بس أنا إذا كان عندك معلومات تعطينا تفيدنا بكون ممنون. لا والله ما عندك. هو اللي اعتذر للرسول بقصيدة بنت سعاد، كان هجر الرسول بعدين اعتذر. طيب السؤال اللي بعده، أيهما في علمها هلال، الجزائر أم السودان؟ جزائر. الجزائر صح. أيهما من أسماء الأسد، الأسامة أم الدوسر؟ الدوسر. الدوسر غلط. على فكرة الدوسر هو الجمل الكبير، الأسامة هو الأسد. طيب السؤال الرابع، أيهما كانت زوجة نابليون الثالث إمبراطور فرنسا، أوجوني أم جوزفين؟ جوزفين. جوزفين لا سوري، أوجوني مرت نابليون الثالث وجوزفين مرت نابليون الأول. أوجوني اللي إجت على مصر على احتفال فتح قناة السويس. طيب السؤال اللي بعده، أيهما يا أخ سعود من هالكلمتين هدول تعني البرطيل؟ البرطيل برايب، هل هي رشوة أم رشوة؟ رشوة. رشوة متأكد؟ نعم. 100%؟ نعم. رشوة. رشوة. أما رشوة فهي الغزالة من رشا. رشا، رشوة، الغزالة، والرشوة أبعدنا الله عنها. طيب. طيب السؤال اللي بعده يا أخ سعود، أيهما بنى مدينة الخرطوم، محمد علي باشا أم الظاهر بيبرس؟ محمد علي. محمد علي. متأكد؟ طيب. مظبوط، سنة 1823. صح. أيهما مصدر للمياه العذبة في العالم أكبر، الينابيع والأنهار والبحيرات أم الجبال الجليدية؟ الينابيع. الينابيع لا، الجبال الجليدية. 3/4 المياه الحلوة في الكرة الأرضية من الجبال الجليدية، ربع المياه الحلوة في العالم من الأنهار والينابيع والبحيرات الحلوة. أوكي؟ طيب السؤال الآن، أيهما قرصته أكثر سماً، ملكة النحل أم الشغالة؟ أم النحلة الشغالة؟ ملكة النحل. ملكة النحل، مؤلمة أكثر ومسمة أكثر. الشغالة. أما ملكة النحل فلا تلدغ. ملكة النحل يمكن هي الحشرة الوحيدة الغير مؤذية من الأنثى. الشغالة هي اللي تلدغ. السؤال اللي بعده يا سيدي، أيهما يعيش في العادة أكثر، الفيل أم الجمل؟ الفيل. الفيل صح. الفيل. الفيل حوالي 70 سنة والجمل حوالي 50 سنة. أيهما يا أخ سعود انتخب 3 مرات لرئاسة الولايات المتحدة، أبراهام لينكولن أم فرانكلين روزفلت؟ أبراهام لينكولن. أبراهام لينكولن غلط. الحقيقة هو روزفلت، 3 مرات انتخبوه من 1932 ل 1940 ثم أعيد انتخابه، أما لينكولن فانتخبوه مرتين. السؤال الآن الأخير أظن خلصوا. طيب عنده صح كم واحد؟ عنده 4 صح. 4 صح. طيب هذا من حسن حظك. ها نشوف الأخ الثالث، السؤال رقم 118 بنسمعه وبعدين بنسأل. 118، تنسوني بالمرة حرام.
خوفي والهوى نظرة تجي وتروح بالمرة يا خوفي والهوى نظرة تجي وتروح بالمرة حبيبي فرقتك مرة حرام تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة شكرا يعطيك العافية صالح. السؤال يا أخ الاسم محمد سليمان. السؤال هذه الأغنية لحنها سيد درويش ليغنيها حامد مرسي أم صالح عبد الحي؟ غنيها حامد مرسي. حامد مرسي نعم. وهو أول من غناها حامد مرسي صح. قطعة الجنين العجين أما جرير فيعني الحبل الذي يربط فيه الدابة. طيب يا أخ محمد. محمد في أيهما ظهرت فاتن حمامة في السينما لأول مرة؟ فيلم يوم سعيد أم يحيى الحب؟ لا يوم سعيد. يوم سعيد صح. أيهما أصح أن نقول من كل حدب وصوب أو من كل حدب وصوب؟ حدب. حدب مزبوط صح. هذا خطأ شائع. من كل حدب وصوب خطأ شائع. هي من كل حدب وصوب. طيب السؤال يا محمد أيهما من نباتات وأشجار العالم الجديد؟ البن أم البطاطا؟ لا البن. البن لا. يعني قبل اكتشاف أمريكا ما كنا نشرب قهوة. هذا واحد أول واحد سوري. طيب السؤال زيه برضو أيهما من نباتات وأشجار العالم الجديد؟ المطاط أم التفاح؟ لا المطاط. إيه؟ المطاط. المطاط من العالم الجديد مظبوط لأنه كنا في حتى يقال إنه سيدنا آدم أكل التفاحة لكن الحقيقة لم يعني لم يرد في نص إنه تفاحة قيل الثمرة المحرمة. طيب السؤال يا أخ محمد أيهما القائل أفكر كيف جئت وكيف أمضي على رغمي فأعيا في الجواب أتيت ولم أكن أدري مجيئي وأذهب غير دار بالإياب إذا كان المصير إلى التلاشي فلما جئنا وكنا في حجابي. هل القائل عمر الخيام أم إيليا أبو ماضي؟ لا إيليا أبو ماضي. إيليا أبو ماضي صح. السؤال الآن أيهما يصب في البحر الأسود الدانوب أم الفولغا؟ لا الفولغا. الفولغا نعم. الفولغا لا الدانوب يصب في البحر الأسود الفولغا يصب في بحر في بحيرة قزوين. طيب السؤال الأخير أظني التاسع. السؤال التاسع أيهما نال شهادة جائزة نوبل للسلام هامرشولد أم تشيرشل؟ لا هامرشولد. هامرشولد نالها للسلام وتشيرشل نالها في الأدب ونالها في السلام أيضا طبعا تعرفوا كيسنجر وسفاح دير ياسين. طيب صاروا عشرة. طيب أدي المجموع سؤال عشر بعد لا صاروا عشرة في سؤال غنائي ها؟ اثنين أربعة لا أسف ما صاروا عشرة. السؤال العاشر أيهما آخر معقل عربي في الأندلس مدينة غرناطة أم مدينة قرطبة؟ قرطبة. قرطبة لا هذه أوت غرناطة خسرها العرب 1492 إشبيليا 1248 وقرطبة 1236 وكان آخر ملوك قرناطة عبد الله بن الأحمر الصغير. إيش قال إيش قالت له أمه فاكر إيش قالت له أمه ماشي لا تبكي عليه مثل الرجال ابكي مثل النساء ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال. طيب صح. الآن كم 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 جواب عنده ثلاثة غلط بس طيب يعني سبعة وخمسة إذا أخي سعود ممنونين على كل حال إخوان برضو يعني من نفس الوزارة أهلا وسهلا مع السلامة شكرا. في كلمة بدي أوجهها للطلبة والجمهور بالذات إنه مش مفروض المدرس يعرف كل شيء ولا مفروض الطبيب يعرف كل شيء ولا حد بيعرف كل شيء غير جل جلاله ويعني القضية قضية حظوظ. طيب
الآن بدنا نتابع الأسئلة مع الإخوان. خليك الآن. واحد منكم جاب 5، واحد جاب 7، واللي بالنهاية بيجاوب أكثر بياخذ الجائزة الأولى، والثاني بياخذ الجائزة الثانية. إيه، كل واحد 5 أسئلة حنسأله وبعدين بنكمل. طيب سيدي أستاذ عبد النبي، الحسن ابن هانئ هو الاسم الأصلي للشاعر أبو نواس. أنا عبالي لا موجه السؤال، ما أنت الأول. طيب بلاش نشيله. أنت ولا هو؟ لا أنت. لا دورك. يلا. زمان ما سمعنا صوتك. على هو بأي طريقة بده يأجر الموضوع يعني. شفت لما واحد يروح ياكل تطعيم بضل كل ما يجي دوره بهرب، كل ما هو كمان كل ما يجي دوره طيب يا أخي عبد النبي، نكمل قصة أبو نواس الذي عاش في العصر الذهبي للدولة العباسية وهو عصر الخليفة. الخليفة العباسي. لا بدنا اسمه. العصر العباسي. لا العصر العباسي أنا قلت هارون الرشيد. طيب وهارون الرشيد هو ابن الخليفة. هارون الرشيد ابن المهتدي، وتولى الخلافة من أبناء هارون الرشيد 3، أولهم الأمين. طيب وثانيهم الخليفة شريف. الحين هذا المأمون. كل واحد سؤال. الحين كم سؤال؟ الأمين ثم المأمون. الأمين ثم المأمون. يعني الحين هاي 3 أسئلة. وثالثهم الخليفة الرشيد. لا يا ابني المعتصم. طيب نكمل مع الأخ محمد. مش محمد كلهم غلط يعني. ثالثهم الخليفة المعتصم الذي بنى عاصمة جديدة وسماها معتصم حمورية. إيش بنى بدينا؟ عمورية. عمورية. لا سامراء، هو انتصر في عمورية لكن بنى سامراء وانتصر في عمورية. ووصف المعركة أحد الشعراء بقوله السيف أصدق إنباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب، وهو الشاعر الأب المتنبي. لا لا أبو تمام. أبو تمام. واستمر حكم العباسي حتى أحرق المغول مدينة بغداد وكانوا بقيادة المغولي التتاجنكيز خان. لا هولاكو. ليش بترن هاي؟ هاي 2 صح 3 صح؟ ليه ما بترن؟ ولا أنا عم بكبسك زيادة؟ طيب يا سلام. طيب سامغين علينا. أما مدينة بغداد فقد بناها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور. صاروا 5 أسئلة والنتيجة الأخ محمد الأول والأخ يوسف الثاني. تفضل. أخ محمد هذه 5 جوائز إلك، 3 المضاءة، المضاءة الثلاثة إلك و2 للجمهور. والأخ عبد النبي أنت إلك 2 غير المضاءة و3 للجمهور. تفضل أخ محمد اكبس جرس أو زر. تفضل. الوسط. إذن أنت إلك ب100 دينار من البيت الفرنسي هدايا منوعة. تفضل. وإلك ساعة رادو، وإلك قساية من أمريكان لبيتزا هات. مع السلامة. تفضل هنا على الثانية. اطفي هناك. يلا العب. ما حكايتها مطفية اليوم. ثاني. طيب. إلك يا سيدي من بيت الجلود في السالمية ب50 دينار تشتري ملابس وعطور. بيت الجلود في السالمية.
وإلك كمان بوليس التأمين من شركة الكويت للتأمين لمدة 10 سنوات قيمتها 125 دينار. مبروك، مع السلامة. خليك معنا. الآن اسحب لي خمس أوراق، طول خمس أوراق، هات واحدة واحدة. أصحاب الأرقام هذه بس أناديها بيروح عند الأستاذ ناجي يستلموا جوائزهم. خمسة، هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاثة، هاي أربعة، هاي خمسة. طيب شكرا يا أخ عبد النبي، ممنون، مع السلامة. طيب غسالة كهربائية من دكسان، غسالة كهربائية أوتوماتيك رقم 1045، 1045 غسالة كهربائية من دكسان. كاميرا كانون، كاميرا كانون من آلات التصوير والسينما لرقم 165، 165، 165. سجل عندك. الجائزة الثالثة مكياج لانكوم من مؤسسة بيضون التجارية 976، 976. ما في حد؟ 976. طيب الجائزة تقدم. الجائزة الرابعة، الجائزة الرابعة حليب طازج يوميا من شركة الكويت، شركة الألبان الكويتية لرقم 1098، 1098. الجائزة الأخيرة لرقم 997، 997، جائزته بنزين وزيت الكويت من شركة البترول الوطنية. طيب الآن احنا عملنا الترتيب انه يستلموا الجوائز من هناك عشان ما نضيعش وقتنا. الآن الفقرة الثالثة من البرنامج وهي اللجنة والطائرة على الخطوط الجوية الكويتية. تفضل يا أخ. أيوة، خليك ورا ستارة. الآن حسألك أنا سبع أسئلة، صح أم غلط؟ سبع أسئلة صح أم غلط؟ إذا جاوبت على خمسة منهم صح بتشرف عنا وبيكون معاك تذكرة على الخطوط الجوية الكويتية إلى البحرين مع 25 دينار شيكات سياحية من المزيني. يا سيدي سمعني؟ أيوة. كويس. هل صح أم غلط أن صلاة التراويح واجبة على النساء؟ لا، هذه سنة. أنت قول لي صح أو غلط. خطأ. خطأ. عندك معلومات عن الموضوع يعني؟ قول. يعني إذا صلاة التراويح طويلة يعني مش واجبة، هي ليست واجبة، سنة محببة. سنة محببة. طيب هذا واحد صح. السؤال اللي بعده يا سيدي، هل صح أم غلط أن القطب الجنوبي أكثر برودة من القطب الشمالي؟ الجنوبي أكثر برودة من الشمالي؟ صح. صح؟ متأكد؟ نعم. رحت أنت هناك يا أخي ولا لسه؟ طيب صح. اثنين صح. هل صح أم غلط أن الشمس تكون أقرب إلى الأرض في فصل الصيف؟ أقرب إلى الأرض، أقرب إلينا في الأرض وإحنا في فصل الصيف؟ خطأ. خطأ. تكون الشمس بعيدة عنا في فصل الصيف، مش هيك؟ أعتقد كده. جوابك صح، الشمس تكون بعيدة عنا في فصل الصيف لكن أشعتها عمودية، في الشتاء بتكون أقرب علينا لكن أشعتها مايلة. أدي صاروا صح؟ عم بتعدوا له؟ أي اثنين، فيش عندي أنا ترابيزة هنا، أي اثنين. طيب السؤال اللي بعده يا سيدي، هل صح أم غلط أن قرقوش اسم مستعار؟ قرقوش اسم مستعار؟ نعم صح. إيش صح يعني؟ مستعار يعني؟ هو اسمه مستعار. قرقوش اسم مستعار للوزير بهاء الدين الأسدي وكان وزيرا في مصر في عهد صلاح الدين. ثلاثة صح. السؤال اللي بعده. لا، أربعة. أربعة صح. طيب
لا خلص. هل صح أم غلط أن الابن المتبنى يرث أباه بالتبني؟ المتبنى يرث أباه المتبنى يرث أباه المتبني اللي بتبناه؟ غلط. غلط، لا يرث. أعتقد كده. تعتقد ولا متأكد؟ تفضل. صح. تفضل. تفضل. الواقع إنه الابن المتبنى لا يرث ويجوز له أن يتزوج حتى ابنة متبني. طيب. خلينا نتعرف على ضيفنا اليوم. أفضل. 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 مش سامع. أقفل. لا تفضل تفضل. تفضل إيه؟ طيب. الأخ الكريم. دكتور عبد المنعم عبيد. دكتور منعم عبيد. نعم. أهلا وسهلا. الظاهر أنت أستاذ بالتاريخ، دكتور في التاريخ. جواباتك كلها تاريخية ودينية. لا أنا طبيب. طبيب. طبيب باختصاص. أنا استشاري للتخدير بمستشفى الصباح. تخدير. أوه. طيب. يا دكتور أهلا وسهلا فيك. إحنا في عنا مغلفات، هتختار واحد منهم وإن شاء الله تكمل رحلتنا، نكمل رحلتنا معاك إلى لندن، أثينا، روما، أنت وحظك. هو يعني إن شاء الله ما نمشي معاك في الطيارة يعني. لا إن شاء الله لا. تفضل اختار لك واحد. كويس. طيب. دكتور، السؤال الأول رقم 45، بعدين بنسأل. رقم 45. شمس الأصيل، شمس الأصيل، شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل. شمس الأصيل، شمس الأصيل ذهبت خوص النخيل. يا نيل يا نيل، تحفة ومتصورة، تحفة ومتصورة في صفحتك يا جميل، في صفحتك يا جميل، في صفحتك يا جميل. بتميل
يا نيل أنا واللي أحبه. وسؤالنا عن نهر لكن مش عن نهر النيل. سؤالنا دكتور، موريتانيا دولة عربية إسلامية، مساحتها حوالي 1.5 مليون كيلومتر مربع، تغطي الصحراء 80% من مساحتها، وتقل فيها المياه إلا من بعض الينابيع في الواحات. ما اسم النهر الموجود في موريتانيا دكتور خميس؟ النهر هذا هو يدعى نهر الرقراق. نهر؟ نهر الرقراق. إيش اسمه؟ الرقراق. أي نعم. الرقراق. الرقراق. وهذا نهر صغير جدا يتكون من الأنهار التي تتجمع في من الأمطار وتجف في الصيف، وهو النهر الوحيد في موريتانيا. هو النهر الوحيد الذي يجف في الصيف اسمه الرقراق. ست ليلى، الواقع موريتانيا ما فيها نهر. ما فيها نهر يجري على حدودها اللي هو نهر السنغال ويفصلها عن أراضي مالي والسنغال. أها، إذا يجري على حدود موريتانيا نهر اسمه نهر السنغال. نهر السنغال ويفصلها عن مالي والسنغال. كويس. أستاذ سليمان، أنا الحقيقة بصفتي يعني متخصص في المغرب ما أعتقد إنه ممكن أموه على الدكتور، خاصة إنه طبيب تخدير. أنت خدره إيه؟ فأولاً نهر الرقراق اللي قال عليه الدكتور. إيه؟ نهر الرقراق. اسمعونا بالله الأستاذ العبد لله يتكلم. هذا نهر مغربي. إيه؟ نهر موجود في المغرب وليس في موريتانيا. اها. وبعدين انا زرت موريتانيا، معروف يا دكتور انه موريتانيا تعاني من الجفاف. وليس فيها اي نهر. واقرب نهر لها فعلا نهر السنغال، وهو يبعد عن العاصمه حوالي 500 كيلومتر. نعم. يعني موريتانيا لا على حدودها ولا في اراضيها ولا شيء، صحراء ارتوازيه، تعيش على الابار الارتوازيه مثل الكويت. ما فيها انهر ابدا. البحر. يعني على البحر ما عندهم، احنا يعني نشرب من البحر. دكتور استاذ سليمان، ليلى بتقول انه في على حدودها نهر، وهناك بقول في نهر جاف، انت بتقول ابدا خالصه. ما في. طيب استاذ شريف. ايوه تفضل. اخ سليمان فعلا متخصص في المغرب. ايوه. لكن انا دكتور ما ممكن اموه على دكتور زميل اخر يعني. ايه. مع اختلاف التخصص طبعا. إيه؟ وخاصه انه طبيب تخدير. ربما نحتاجه يوم الايام. بعدين الاخ سليمان، اخ سليمان نهري. ها صح. طيب دكتور، بعد اللغوصه اللي صارت ايش رايك؟ هل في نهر على الحدود، او في نهر ينضب صيفا اسمه الرقراق، او ماكو؟ ايش رايك؟ اذا عرفت حتاخذ تذكره الى بيروت، دمشق او عمان مع ترافل شيكس 50 دينار من المزيني. أنا أعرف إن كان في اجتماعات بين ثلاث دول، السنغال ومالي وموريتانيا، علشان تنظيم عملية النهر، فأنا بعتقد إنه الحدود بين الثلاثة دول. وست ليلى أقرب. اجتماعات إيه دكتور؟ بين الثلاث دول. يعني الظاهر اشترك في اللجنة، مع اللجنة صار هو صار ثلاث دول. كنت أقرأ في الجرائد يعني كتير، مش من فترة بعيدة، عن اجتماعات لتنظيم الرعية أو الاستفادة من نهر السنغال، ويمكن الكويت مساعدة في العمليات ده هي بتاعت تنظيم النهر. فأنا يعني أقرب إلى ذهني الكلام بتاع الجرائد وهو اللي بتقوله ست ليلى، وحكاية أن الأستاذ سليمان متخصص في المغرب، هتالي متخصص في العصر مش في المغرب. حلو. بالعصر. أصله شرق غسالة جديدة. ممكن يكسبها بقى. طيب الحقيقة الدكتور جوابه، مع أنه مش مفروض في الدكتور تخدير عربي أنه معلش صح. الآن دكتور، نحن في بيروت، دمشق أو عمان، وبدنا نكمل القاهرة ولا بيكفينا؟ القاهرة. طيب. أوكي. رقم 21
المعروف عن عم الرسول عبد العزة ابن عبد المطلب أنه كان يلقب بلقب أبو لهب، من أطلق هذا اللقب عليه وماذا يعني دكتور؟ هذا بسيط جدا، اسمعوا لنا هذا الجواب والله مهم. هذا اللقب هو أعطاه لنفسه، هو سمى حاله أبو لهب؟ سمى نفسه أبو لهب. طيب، ليرهب أعداؤه وعبيده، لأنه كان يلهب ظهورهم بالصوت. أها، إذن يعني أبو لهب سمى نفسه أبو لهب حتى يخوف العبيد والمسلمين، وأخذوا يسموه بأبو لهب. أو صارت أبو لهب. طيب يا ست ليلى، إيش رأيك؟ في الواقع اللي أطلق عليه هذا الاسم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كافر ولم يسلم فسمى أبو لهب. أبو لهب طبعاً لازم يكون لها علاقة باللهب والنار والجحيم، وسمى الرسول عليه السلام أبو لهب. أستاذ سليمان، أتصور أنا أنه أطلق عليه أبوه عبد المطلب، لأنه في طفولته كان أبو لهب كان مشرق الأسارير، جميل الوجه، مملوح، كان لهب، كأنه مثل اللهب، يعني يقولك جميل إلى درجة أنه يكاد اللهب، تعرف العرب بالمجازات مالتهم، يخرج من وجهه. أوف، أي نعم، يعني أبو لهب أبوه سماه أبو لهب وهو صغير لأنه كان طافح الأسارير، طافح الجمال، زين، إيه؟ طافح الأسارير، إيه؟ وحليو. طيب دكتور، إيش رأيك؟ هل أبو لهب سمى نفسه أبو لهب حتى يخوف الناس والعبيد، أو سماه الرسول لأنه من أهل اللهب والنار، أو والده سماه أبو لهب لأنه كان طافح الأسارير؟ إيش رأيك؟ إذا عرفناها من روح القاهرة إن شاء الله. تستعجلش، هم الثلاثة معقولين، والله يمكن الثلاثة مزبوطين، يعني يمكن أبوه سماه أبو لهب، الرسول سماه أبو اللهب. إيه؟ عم بخدره أنا. إيه؟ أنا أعتقد أن أظن أبو لهب لأنه كان طافح الوجه، لا يعني أو مشتعل الشغل، يعني شكله أحمراوي يعني. ما أعتقدش أن الرسول، أنا لم أقرأ في قراءاتي الدينية العادية أن الرسول أطلق عليه أبو لهب، إنما اللي أعرفه أنه القرآن هو اللي كان بيصمه في الآية المعروفة، لكن الرسول ما أعتقدش أنه سماه. وحضرتك طب يمكن سمى نفسه زي ما قال الدكتور خميس. لا يعني هو البدهي، يعني أنه ما فينا أحد سمى نفسه، يعني كلنا أبائنا سمونا. أنا أميل ساعات الواحد تورط في اسمه، يعني إيه؟ يعني أنا مثلا أبو لهب، يعني يمكن شيء يعني ليش واحد بس بيكون اسمه جميل وهو بيكون ساعات اسمه شريف، شريف ويكون إيه؟ على فكرة بتعرف إيش معنات اسم خميس؟ خميس، دكتور خميس. تسألني أنا الحين؟ إيه؟ لا والله. لنرجع لأبو لهب بعدين، نرجع لدكتور خميس. طيب يعني أنا الأستاذ سليمان ولو إني كده بخاف منه شوية، إنما أنا أميل إلى الإجابة بتاعته لأن هي الأقرب شوية. إنه كان طافح الوجه حلو فأبوه سماه أبو لهب. راحت عليه. إيه؟ طيب إحنا على فكرة إذا كان الجواب غلط ما بتخسرش أنت تذكرة بيروت، نعطيك ملحق دور تاني عشان تمسك فيها. فإذا كان جوابك غلط أنت متمسك في جوابك. متمسك في جوابك ولا متمسك؟ متمسك. إذا أنت إلك دور تاني. لا مش دور تاني، صح صح صح. الواقع أبو لهب لم تكن مذمة، يعني أبوه سماه أبو لهب زي ما يسموا أي واحد شكله حلو، هذا يسموه اسم بالنسبة لشكله. طيب الولد أبو لهب وصغير كان حليو زي ما قال سليمان، وجهه طافح، واثنين صح، ووصلنا إلى القاهرة. قاهرة ومعانا 75 دينار شيكات سياحية، كفاية ولا نكمل؟ نمشي نمشي. يلا سؤال اللي بعده، رقم 18 دكتور،
رقم 18. اهتم الأوروبيون بالتوابل مثل الفلفل والقرفة وجوزة الطيب، وعملوا حروب، احتلوا شرق آسيا كله عشان التوابل اللي كانوا يهتموا فيها كتير وكانت غالية جدا في أيام العصور الماضية. يا ترى ما هو الدافع الذي جعل الأوروبيين يهتموا بالتوابل في حياتهم الخاصة؟ دكتور خميس. هذا لو علاقة بالدايت بتاعهم تعرف، والجو القاسي طبعا في أوروبا، في برد كثير وثلوج، فالتوابل تشيع الدفء في الجسم عندما يأخذوه مع الطعام. إذا كان لأنه التوابل، واحد لما يأكل شطة بيدفى بالبرد، بيستعملوا التوابل عشان يدفوا. ست ليلى؟ لا والله، هم كانوا يهتمون بالتوابل لأن طبعاً زمان ما كان في ثلاجات ولا كان في فريزر ولا كان في الطرق الحديثة لحفظ اللحوم، فكانت تستخدم التوابل لتحفظ اللحوم من الفساد. طيب أستاذ سليمان، يعني ليش كانوا يستعملوا المانجا والتوافل والتوابل؟ يعني أتصور أنا لأنها كانوا يستخدموها لتقوية الجسم، خاصة بالنسبة للكهول أمثالك. توابل. التوابل. إيه. استخدموها لتقوية الجسم. أها. إيه نعم. خاصة يعني. كبار السن. كبار السن. نعم. إيش رأي الدكتور؟ الدكتور إيش رأيك؟ هل هو علاج لكبار السن وللنشاط أو لا كان؟ لا ده تأديلة. مستبعد. شطبنا على سليمان. لأننا ما بنوصفش ذاك علاج يعني. لا احنا بنقول الكلام ده من 1000 سنه، من 500 600 سنه. لا. كان اعتقاد يا اخي يعني. ما اعتقدش. انت ما تعتقدش، حر هو بيعتقد. انت بعد. طيب ست ليلى، انصحه يعني بالتوابل. تنصحه بالتوابل؟ لا انصحه. لا تنصحه بالتوابل. طيب على كل حال هو ما استشارك يعني، وما عندوش مشكله يعني، مش هيك ست ليلى؟ السؤال جوابك، جواب ست ليلى مظبوط ولا الدكتور خميس الان؟ دكتور خميس كان بيقول، قال الدكتور خميس عشان ايه؟ التدفئة في الجسم و لا انا اعتقد انه لمكافحه الجو القارس. لا اعتقد لحفظ اللحوم، لانه يعني هذه وسيله جيده حتى الان يعني، البسطرمه والحاجات دي، ولحفظ اللحوم اقرب الى المنطق. وعندهم برد هناك. قلنا لك يا دكتور حفظ التذكرة تاعت بيروت أحسن لك، تاعت القاهرة أحسن لك، بدك تكمل يعني. كانت التذكرة لو حطيت عليها توابل كان حفظت عليها. متأكد متمسك بجوابك المنطقي يعني هو. وكانوا أيضا، برافو عليك، صح صح، كانوا مضطرين للتوابل لأنه اللحمة عندهم بالربيع حتى يستعملوها بالشتاء، يحطوا عليها التوابل حتى يحفظوها. جوابك صح، وصلنا أثينا ومعانا 100 دينار. نستمر؟ لو أخسر. لو تخسر بدك دور تاني عشان أثينا. ده هو وصل أثينا. ماشي. خلاص؟ طيب دكتور أنت الآن في أثينا، قعدنا أسبوع في أثينا بس ما تصرفش الشيكات، وتعالنا الأسبوع القادم نكمل الرحلة من أثينا إلى لندن. شكرا. سيداتي وسادتي، ضاق من الوقت، شكرا وإلى اللقاء. شكرا.